عسل مهدي تونس تتكلم روبريك فن. اليوم معنا فضل أبو بكر عازف عود تونسي، فنان موهوب عزفه يهزلق. انجوي. النشاط البرينسيبال نتاعي انا راني جو مو برودوي ان سولو. علاش؟ على خاطر دون ما فيزيون دو لا ميوزيك انا قريت لا فورماسيون الكلاسيك نتاع اي عواجي في بلاد عربيه ولا في بلاد تونسيه. وبو دو تو سا وصلت اللي اذا كنت نبارتاج با الموزيكا جو نجستيفي جامي ان واحد يقعد وحده في سين وشاد الانسترومون مهما يكون عظيم على الانسترومون نتاعو اكثر من ساعه غير ربع. لا ميور ايدي سي ليدي دو جروب في كلمه معنا. كيف نبداو خمسة وتحس كل واحد طرف منه فك الموسيقى اللي خارجة نتصور خير برشا من واحد واحد ومهما يكون مستواه ولا الشيء اللي خارج فيه. فاضل موسيقته ما تعرفش الحدود، هو عازف سولو كما زاد عنده العديد من التجارب العالمية على غرار تجربته مع البيوند بوردرز باند، فرقة الجاز الألمانية وين أبدع معها. ما تنجمش تي روتيان اكل لاستار والجماعة اللي يعزفوا معاه ولا لا. في كل مرسو ترى لابور نتاع كل واحد وترى اللي كل واحد يسوبوزيسيون بارابور للموزيك هذيك. لا كولابوراسيون سي باس كومون فما اون كومبوز معناتها كل واحد يبروبوز ان نومبر دو سكون ابيل احنا دي تيم اللي من بعد نقعدوا لهم اسانك بور لارانجمون معناتها الفكره الاولانيه يجيبها واحد. فما دي بارتي اللي هما كرياسيون ان طون غيال سور سين داكوردو عملنا لا ميلودي برينسيبال نتاع الغناء وعاودناه وكذا مي باغ لا سويت باش ياخذ كل واحد اون بارتي دو ديفيرتيسمون بيرسونيل اون فوتيغ دونك اللي نعملوه سي كو ديما من اكسبيريونس لاكسبيريونس نحاولوا اون ادابت البرودوي نتاعنا للناس اللي باش يتقدم لهم سون بوغ اوتون انه يكون كونسيو ليهم بالضبط باش ما يوليش سيرفيس. اول حاجه ان شاء الله سور لو بلان يونيفرسيتير مهتم برشا بالخدمه مع لي ستوديون ولي جون تالون جينيرال. عملت اون اكسبيريونس في المعهد العالي للموسيقى في تونس سنه اوتور دو لا كومبوزيسيون لي ستوديون خدموا على لي بروبر كومبوزيسيون تاعهم سا مارشي. ممكن العام الجاي كو سوا في تونس ولا في غير تونس من دبي حتى نشوف في الكيف وفي جيمز وفي جافسا ce qu'on peut faire avec Noël Pitons, il suffit qu'ils trouvent de l'encadrement, ils rejoignent un chai, c'est pas sorcier. اكثر من هكا البروجي بيوند بوردز بالنسبه لي سان بروجي دو في دونك
c'est une construction à très très long terme. Donc on a les deux chapeaux, on a l'enseignant, le chapeau, on a le compositeur. فاضل وغيره من المواهب التونسية يحتاجوا لكم لمساندتهم. بارتاجوا لي فيديو على الباج فيسبوك والشين يوتيوب نتاعنا سوتينو زارتيست وتابعوا تونس تكاليف. كذا صوت يجيبوا كرسي وكذا كرسي يجيبوا وزارة وكذا وزارة يجيبوا حكومة وكذا حكومة في الأيام جات على خطرها مشات كذا صوت يجيبوا كرسي وكذا كرسي يجيبوا وزارة وكذا وزارة يجيبوا حكومة وكذا حكومة في الأيام جات على خطرها مشات منين جات؟